السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم في حلقة جديدة في لعبة تشبه فورتنايت. حسنا شباب، اليوم جبتكم لعبة تشبه فورتنايت. ننتظر الجميع يدخل الجيم وارجعكم، يعني الجيم ياخذ 3 دقائق اكثر، يعني تقريبا 10 دقائق ياخذ، فراح انتظر الجيم يتحمل وارجع لكم. شباب، ما دام الجيم مو داخل راح اشرح لكم على اللعبة. اذا ضغطتم على العين سوف تعطيكم منظور الاول، واذا ضغطتم منظور الثالث، وهذه تقفز وهذه تجلس، وهنا الاعدادات كما ترون، وهناك الخريطة. هي ليست شبه كلش فورتنايت، لكن تشبه لها قليلا. حسنا دعنا ندخل. حسنا كما ترون هنا اسلحتك، تضغط على هذه بيكاكس او المطرقة او نادوها كما تنادوها. 24 شخص في الجيم، يعني اقيام يعني لا تاخذ وقت طويل. مثلا كما تلاحظون في البني شبه فورتنايت، شفتوا كيف؟ مثلا مثلا قلت لكم شبه فورتنايت. دعنا نقفز ونذهب نحضرنا سلاح. إذا جمعتم هذه الموارد، حسن دعني أجمعه لكم. إذا جمعتم هذه الموارد سوف تصنع لكم صاروخ كما ترون في الأعلى بجهة. 100 حبة من هذه الموارد تصنع صاروخا لكي تفوز، أو تحب أو تأخذ صواريخ اللاعبين. سنصعد إلى هذا البرج لنأخذ. نأخذ الأسلحة. هو ناخذ السلاح شبه فورتنايت يا شباب. لا، انتهى السلاح. دعنا نلوت هذا البيت. يا شباب، كنت أريكم اللعبة. أنا تقريبا تقولون نوب، يعني هذه ثالث مرة ألعبها. هي لعبة شبه فورتنايت، يعني على ما أعتقد التحديث الجديد راح يضيفون أشياء أيضا. لا، انتهت الموارد. فيا شباب، هنا وصلنا لنهاية الفيديو. هذا يريد يجلدنا، ما ادري ليش. خلينا نغدر فيه. حسنا، فهذه هي نهاية الفيديو. لايك يا شباب واشتراك، وكما قلت لكم هذه اللعبة أسهل من فورتنايت، يعني إذا كنت تريد تلعبها
أو تتعلم البناء والقتال في ألعابها تجدونها في متجر بلاي. اللي عليك اكتب باتل رويال، وإذا لم أنسى نضع الرابط. فها هي يا شباب، مع السلامة.